يطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة للعالمين وهداية للسالكين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. وقبل أن أشرع في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم، لابد من تهنئة واجبة. لا أهني رئيس مصر، ولكن أهني شعب مصر، أهنئ هذا الشعب العظيم، الشعب الذي قرر أن يغير حاله وأن يتحول من حال إلى حال، الشعب الذي قرر أن تمضي ثورته السلمية في سبيل تغيير ما به، في سبيل العدل والرخاء، في سبيل نصرة دين الله عز وجل والانتصار لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهنئ قضاة مصر الشرفاء الأوفياء، فقد ضربوا لنا بالأمس أعظم المثل على احترام المنصة التي يجلسون عليها. وكذلك أهنئ كل من أدلى بدلوه في أن يخرج هذا العرس الديمقراطي بالصورة المشرفة التي عشناها بالأمس، لا أقول شاهدناها أو رأيناها، لكن أقول عشناها بالأمس. ثم أتوجه بدعواتي الخالصة لرئيس مصر أن يوفقه الله وأن يسدده الله وأن يسدد على الحق خطاه، وأن يكون شعب مصر جميعا بأسره في عينه وتحت رعايته، وأن يكون كما أعلن في خطابه، لم نسمع مثل هذا الخطاب من عهد الراشدين رضوان الله عليهم، حينما تمثل مقولة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خطابه الأول بعد أن تولى الخلافة، قال: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فأعينوني وإن أسأت فقوموني. كذلك قالها محمد مرسي بالأمس، قال: أطيعوني ما أقمت الحق والعدل فيكم. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى نتوق ونتشوق ونتشوف إلى نبذ الظلم وإقامة العدل في هذا المجتمع، عدل الله، العدل الذي يحترم شريعة الله تبارك وتعالى،
العبد الذي أرساه الله تبارك وتعالى في الأرض، وبين لنا أن الدنيا لا تقوم وأن الأمم لا تقوم إلا بالعدل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. إننا نتوق والله إلى مستقبل أفضل، إننا نتوق أن نرسل رسالة لكل إخواننا في البلاد العربية والمسلمة، رسالة مد اليد، رسالة المصافحة، رسالة الاحتضان، رسالة أن نتآزر وأن نتعاون. نرجو أن تكون هذه خطوة إلى الأمام، وأن تكون هذه هي البداية. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وفق مصر وشعبها، ووفق أمتنا لما تحب وترضى، وخذ يا ربنا بنواصينا إلى البر والتقوى، واجعل ولايتنا يا ربنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. معنا اتصالات عبد الكريم. الأخت أميرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. في حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك يا بنتي. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، التسمية في الوضوء هل هي واجبة ولا؟ ارفعي صوتك يا أميرة. التسمية في الوضوء واجبة؟ التسمية في الوضوء نعم. مستحبة. هل هي واجبة أم لا؟ السؤال الثاني، أنا بقالي كام يوم وأنا بصلي بقول في سورة الفاتحة بطل بقول الصراط، قلتها الصلاة ولا فاكراها الصلاة. بتقول الصراط؟ بقولها الصلاة وانا فاكراها الصلاة وهي الصراط، فانا اكتشفت ليه غلط بعد كده وبقيت اقولها صح تاني. طب كويس، صلاتي دي بطلة ولا صححتي نفسك؟ كويس، يبقى السؤال الاول، ادام صححتي نفسك يبقى يغفر الله لنا ولك. يعني الانسان يتعلم في كل يوم ويتقن كل اعماله، ابتداء من صلاته الى سائر الاعمال حتى إماطة الاذى عن الطريق. اما بالنسبة للتسمية في أول الوضوء، فقد شرع لنا أن نسمي الله عند الوضوء في أوله، وأن نشهد شهادة التوحيد في آخره. لكن أهل العلم يختلفون، هل التسمية على سبيل الوجوب؟ أقول بسم الله، بسم الله في أول الوضوء، هل هذا على سبيل الوجوب أم أنه على سبيل الاستحباب؟ قولان لأهل العلم. الإمام أحمد يراها على سبيل الوجوب، يعني يجب علي أن أسمي الله عند ابتداء الوضوء، أقول بسم الله وأبدأ في غسل الكفين اللي هو سنة، ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين. هذا هو الوضوء. فالتسمية فيه مشروعة، إما على سبيل الاستحباب والسنية وهذا قول جمهور أهل العلم، وإما على سبيل الوجوب وهذا قول أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنا أميل إلى هذا القول. ولا يعني قولي هذا أن الوضوء يفسد إذا لم يسمي المتوضئ عند وضوء، لا، الوضوء صحيح، لكنه ترك واجبا على قول من قال إن التسمية واجبة، وتارك الواجب مقصر، تارك الواجب مقصر، مفرط، مضيع. وأما على القول الآخر فقد ترك مندوبا أو مستحبا، ولا شك أن المندوب والمستحب فيه خير كثير وفيه ثواب عظيم. ينبغي علينا على كل الأحوال ألا نضيع ذكرا، وألا نضيع فضلا، وألا نضيع ثوابا نستطيع أن نجعله بفضل الله تبارك وتعالى في موازين حسناتنا وفي صحائف أعمالنا. أسأل الله القبول والتوفيق. أخونا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. إزاي حضرتك يا دكتور جمال؟ بارك الله فيك. أشهد الله تعالى إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ولا بارك الله فيك يا ألف ألف مبروك الأول للدكتور مرسي، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يهديه ويجعله يا رب كده خيرة الحكام. ربنا يوفقه ويسدد خطاه. آمين يا رب. عندي سؤالين يا دكتور. اتفضل. حضرتك أنا كنت يعني كنت أشرب سجاير وحاجات من كده، فأرجو إن أنا حضرتك تدعي لي الأول إن أنا ربنا يتوب عليا من الحاجة دي. لم تترك التدخين بعد يا أحمد؟
ان شاء الله يعني بحاول ابطل ان شاء الله. لا تترك من اليوم يا احمد، تترك التدخين من اليوم وصاحب الإرادة القوية يستطيع ان يتغلب على اي شيء، والانسان بالله، الانسان بالله وبتوفيق الله وبفضل الله يملك إرادة قوية وحديدية. ابدأ من اليوم يا احمد، لا تضع السيجارة في فمك ولا تجعلها بين اصبعيك ولا في كفك، ابدأ من الان في كراهية هذا الشيء الخبيث اللي رائحته خبيثة ولونه خبيث ويؤثر في اليد وفي الفم واللسان والأسنان وغير هذا، واجعلها لله تبارك وتعالى. ربنا يوفقك يا ابني للرجوع إلى الحق في كل أعمالك وأقوالك، بارك الله فيك. والسؤال الثاني يا دكتور. أيوة حبيبي تفضل. حضرتك يا دكتور، أنا كنت أيام الانتخابات كان في ناس يعني إيه أصحابنا من الجماعة وبتاع كانوا تبع الاهل السنه والجماعه، وكنت انا مثلا بمشي مع الفلول واقول لهم يعني مثلا ايه الخطوات وكده، هم بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه وبتاع، يعني هم بيعملوا ايه، يعني كنت اقول لهم مثلا هم بيعملوا ايه. كنت جاسوس يعني ولا ايه؟ لا يعني القضيه ليست بهذه السوء. هل هذا حرام يا دكتور ان انا مثلا لا طبعا المسلم صفحه بيضاء، المسلم خالص القلب خالص النية، لا شك ان هذا لا يجوز ولا شك ان هذا حرام، ولا بد ان تتوب من هذا. المعركة الانتخابية معركة شريفة، معركة فيها يعني فيها انت عارف يعني انا مش عارف اوصف، اقول ماتش الكورة او نحو هذا، لان احنا كل تنافساتنا بنقلبها بصورة فيها عصبية، لا يمكن تكون فيها عصبية. لا شك ان الذين كانوا في هذا الجانب كانت لهم وجهة نظر، والذين في الجانب الآخر لهم وجهة نظر، ولا شك أن أكثرهم كان صاحب نية خالصة وكان يريد مصلحة البلد. البعض نعم أصحاب مصلحة مصالح خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هؤلاء أصحاب المصالح الخاصة والمنافقين والطبالين والزمارين، نسأل الله ألا نراهم في بلدنا وألا يكون لهم الدور الأكبر في بلدنا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ للدكتور مرسي بطانة صالحة تدله على الخير وتزينه له. بارك الله فيك يا أحمد. جزاك الله خير يا دكتور. وإياك حبيبي، الله يبارك فيك. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك يا بنت. يا رب وافتح حيطك. دلوقتي بالنسبة للعادة الشهرية يا دكتور، هل لها ميعاد يعني حد بالنسبة لبدايتها ونهايتها، وبالنسبة لأنها ما بتروح خالص لها حد برضو سن معين يعني؟ يعني المفروض أن أنت تجيبيني عن هذه الأسئلة يا أمة الله. يعني معروف أن العادة الشهرية تبدأ مع بلوغ البنت. إذا بلغت البنت سن المحيض بينزل عليها الدم. إذا استمر الدم ينزل في مواعيد محددة من كل شهر عربي نقول عنها عادة. سميناها عادة ليه؟ لأنها اعتادت أن تأتي في أوقات محددة. إذا لم تأتي في أوقات محددة نقول عنها دورة مضطربة، يبقى في اضطراب في ميعاد الدورة. وهنا نلجأ بقى لتمييز الدم، إذا نزل عليها دم استحاضة أو دم مرض نبدأ لتمييز الحيض من دم المرض بالعلامات الأخرى زي الرائحة وتمييز يعني اللون ونحو هذا. كل شهر يا دكتور؟ بس كل شهر بتنزل في ميعاد محدد عند ميعاد محدد يا دكتور، بس بيكون فترة طويلة غير يعني المعتاد، يعني مثلا ممكن تتجاوز ال 15 يوم. لا ممكن المرأة تكون عادتها بهذه الصورة. نعم. إذا استقر هذا عند البنت منذ بلوغها وظل ثابتا على هذا ما فيش مانع تبقى العادة 15 يوم. طب لو زاد عن 15؟ لا احنا لازم نفرق بين المرض وبين الشيء الطبيعي. لأن الدورة الشهرية ديت مش مرض. الدورة الشهرية دي علامة من علامات صحة المرأة. فنزول، لأن البويضة التي يلقيها الرحم تنزل معها، ينزل معها الدم. فكأن المبيض بينتج هذه البويضات ثم يلقيها يخرجها، لأنها بويضات لم يعني يأتيها رزق الله من الحيوان المنوي في التلقيح، فلم يقدر لها أن تكون جنينا، هي بتنزل بتسبب هذا الدم اللي بينزل. ده شيء طبيعي جدا عند كل امرأة بالغة، ويظل هذا حتى ينقطع عنها الطمث، حتى تصل إلى سن 45 أو سن 50 أو سن 40 حسب ظروف المرأة، فينقطع تماما، يبقى ما عندهاش قدرة على الحمل ولا الولادة، ولا ينزل عليها بويضات ولا ينزل عليها حيض أصلا، يبقى هذه يائست من المحيض. يبقى قبل سن البلوغ لم تحض،
بعد سن البلوغ نقول حاضت، بعد ما انتهى الحيض نقول يائسة من المحيض. في أثناء الحيض، فترة الحيض بالنسبة للمرأة الطبيعية المفروض إن الحيض بينزل في وقت محدد معلوم لا يتغير إلا إذا عبثت به الأيادي ونحو هذا. عشان كده كتير من اللي بياخدوا موانع الحمل من البراشيم ونحو هذا بيعملهم خلل في مواعيد نزول الدم، خلل في الدورة الشهرية. لكن احنا عموما بنعرف الحيض بنزول الدم، ونعرف زوال الحيض وانتهاء الحيض بإيه؟ إما بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء أبيض ينزل من الرحم علامة على انقطاع الحيض، يبقى سائل أبيض تراه المرأة نزل بعد الدم. هذا السائل الأبيض إذا نزل ينقطع الدم، لا ينزل دم بعده أبدا، يبقى دي علامة هي. إذا كانت لا ترى القصة البيضاء يكفيها أن ترى الجفاف التام، بمعنى أن الفوطة الصحية ربما لا يصيبها شيء من الدم أصلا، ولا من الصفرة ولا من الكدرة. هذه علامة أخرى لانقضاء العادة الشهرية ولطهر المرأة منها. ثم بعد ذلك تغتسل المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن بانقطاع الدم، بنزول القصة البيضاء، بالجفاف التام. فإذا تطهرن أي بالغسل والاغتسال، يبقى يجب الغسل بعد ذلك بعد انقضاء الدم. وهذا كله مأخوذ من كلام الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيك. لو سمعت يا شيخنا سؤال في المواريث. اتفضل. رجل تزوج بامرأة وعقد عليها ولم يدخل بها. نعم. وتوفيت بعد يعني قضاء كل الأمور اللي بينهم، اللي هو كتابة القائمة وتقديم الذهب وكتابة المؤخر والكلام ده كله، ما فضلش إلا على البناء، لكنها توفيت. ماذا يرث منها؟ ثم هو توفي بعدها ببضعة أيام، ماذا يرث أبويه منه؟ هو أولا هذه المرأة التي توفيت ورثتها زوجها. نعم. وإن كان أبوها وأمها موجودون يبقى نعم. زوجها وأبوها وأمها. نعم. إن كان أبوها مش موجود يبقى أمها وإخواتها. نعم. طب زوجها وأبيها وأمها المقدار. الزوج هياخد النصف. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هنشوف بقى هي تركت إيه. النصف في قيمة القايمة كاملة. لا، النصف في كل ما تركته من مال. يعني هي لو كان عندها مثلا أرض أو عندها بيت أو عندها فلوس في البنك بجانب هذا الأمر يا شيخنا، أو إضافة إلى هذا القيمة التي كتبت لها، هذا عفشها وهذا ملكها بعرف أهل مصر، وكذلك شبكاتها ذهبها. نعم. كل هذا يقوم كميراث، يستحق الزوج النصف والباقي للأم والأب، للأم ثلث الباقي وللأب الباقي. لو سمحت يا شيخنا. نعم. القائمة يعني تقدر باللي جابه الزوج واللي جابته الزوجة. القائمة الأصل فيها أنها تعبير عما تم إعداده في منزل الزوجي، فإن كانت القائمة واقعية بمعنى أن العفش الموجود في البيت مكتوب في القائمة، يبقى دي قائمة إيه؟ واقعية، يبقى فيه إشكالية. أما إذا كانت القائمة افتراضية بمعنى إيه؟ بمعنى أن لما كتبوا الكتاب قالوا له هتجيب كذا وكذا 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 ومضلنا عليه، فوقع عليه ومضى عليه ولسه ما جابوش. نعم. في القائمة الواقعية ما فيش مشكلة. في القائمة الافتراضية هذا دين في رقبته، كان الواجب عليه أن يأتي به في مواعيد محددة. لما تموت يصبح هذا دين في رقبته، يجب عليه سداده، وله فيه النصف كما قلت. نعم. واضح يا محمد؟ واضح يا شيخ. إلا أن يعفو. نعم. أو يعفو الأب أو الأم. العفو هنا مستحب، يعني الأب والأم يقولوا مش عايزين حاجة يا ابني، ده عفشك اللي انت اشتريته من مالك الخالص، احنا مش عايزين منه حاجة، يبقى الأم عفت والأب عف. أو الزوج نفسه يعفو يقول لهم بنتكم ماتت، هي بنتكم دي كانت زوجتي، صحيح ما دخلش بها بس زوجته، بنتكم نعم. توفت، ربنا يغفر لها ويرحمها، وده أقل شيء نعوضكم بيه. العفو هنا مطلوب ومستحب،
لكنه ليس بواجب، الواجب القسمة التي ذكرتها. طب لو سمحت يا شيخ. نعم. لو كان الأمر مختلف عن هذا، لو كان عقد عليها ولم يتم الايه الزواج بالبناء وانفصل، هل الزوجة برضو أيضا إذا انفصل بعد العقد وقبل البناء لها نصف المهر؟ نعم لها نصف المهر. المهر اللي هو برضه مقدر المهر هو برضه يقدر بايه؟ بالمسمى المقدم والمؤخر. نعم. والشبكه اللي جابها لها. نعم. والقايمه برضه. والقايمه يبقى في حاله الطلاق قبل الدخول. نعم. لها النصف. وابوها وامها بقى ايه؟ مش هيورثوا، هي اللي عايشه. لا مفيش ورث. ده طلقها. نعم. لكن في حاله الموت قبل الدخول فهي ماتت وقد تركت تركه. نعم. التركه دي تروح لمين؟ تروح لزوجها ولأبيها ولأمها. نعم. نعم بارك الله فيك. الله خير. مع ألف سلامة. معانا اتصال. أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك يا دكتور. معلش القطة قطع من غير ما أسأل السؤال الثاني. أتفضل يا بنت. بالنسبة للسؤال الثاني، حد بقى السن بالنسبة للدورة، يعني مثلا انقطاعها بعد 50 عام وبعدين قعدت حوالي سنتين وبعدين بتيجي تاني، او بتيجي يعني فتره بسيطه يعني مش لا، هو غالبا قد لا يكون هذا دم الدوره، حتى لو كان الرائحه والالم وكله نفس دم الدوره. احنا نشاور برضو الاطباء. هي الطبيبه بتقول كانت قالت لا الاول استحاضه، وبعدين لما قلت لها ان هو نفس الريحه ونفس الالم وكده قالت اصل العبره هنا في بويضات ولا لا، دي عبره ممكن تحليل. يعني قالت يعني لما قلت لها نفس الريحه بتاعه الدوره. بص يا امه الله، هذه تظهر بالاشعه وتظهر بالتحاليل، يعني لازم تحليل في تبويض ولا يعني فيش تبويض يعني اذا عرفنا ان في تبويض يبقى هذه قدره الله، لعلها توقفت فتره ثم عادت، لكن ما فيش تبويض هيبقى الدم ده له سبب تاني. فالطب هنا هو الذي سيخبرنا هل هذا حيض ام لا. ان يعني كان حيضا هناخد احكام الحيض، وإن يعني لم يكن حيضا ما تصليش يا دكتور. نعم. كلامها ولا مش عارفه يعني لا لازم هنا الطبيب مش هيعرف كده بالضرب الاخماس في الاسداس. الطبيب لابد انه يلجا للتحاليل والاشعه. بارك الله فيك يا دكتور. جزاكم الله خير يا دكتور. ربنا يبارك فيك. اخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي 3 اسئله. اتفضل. السؤال الاول، لو واحد حلف بالطلاق 3 مرات هل يحنث في يمينه ام ماذا يفعل؟ يعني كيف حلف 3 مرات في مجلس واحد؟ قال بالطلاق 3، والله بالطلاق 3 عليه الطلاق 3 او بالطلاق 3. ايوه، هل يكفر عن يمينه ام يحنث؟ يعني هو عايز يحنث ولا ايه؟ يحلف بالطلاق 3 مرات هذا لا يجوز، هذا حرام، عشان بس لا نقره. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، فالحلف بالطلاق حرام ولا يجوز. لو فرضنا ان واحد حلف، بنتساءل سؤالين. السؤال الاول، يقع طلاقه ولا لا يقع؟ هذه مسألة يجتهد فيها الفقهاء. المسألة الثانية، اذا اراد ان يحنث في اليمين عليه كفارة ام لا، مش كده؟ لكن الاول لابد ان نعرف ان هذا ليس يمينا معتبرا، وإنما اليمين المعتبر لابد أن يكون بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب السؤال الثاني. نعم تفضل. هل تحل ذبائح الوثنيين والمجوس وأهل الردة للمسلمين؟ لا، معروف أن ذبيحة المشرك حرام لا تحل، لأنه عادة هم لا يذبحون، وإذا ذبحوا لا يسمون الله عز وجل، واسم الله ليس في قلوبهم. الذبيحة التي تحل هي ذبيحة المسلم الذي سمى الله عليها، يقول بسم الله، وكذلك ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن ربنا تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. السؤال الثالث يا دكتور. نعم. السؤال الثالث، هل ورد أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الذي يلم الأوساخ في المسجد مهره الحور العين؟ لا، هو في حديث صحيح في المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت بتكنس المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة يقال امرأة ويقال رجل، لما ماتت
لم يشأوا أن يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، كأنهم احتقروا شأنها، امرأة فقيرة ضعيفة، الرسول مشغول، فجهزوها ودفنوها. فلما غابت سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله ماتت، فقال دلوني على قبرها، لماذا لم تؤذنوني بموتها؟ قالوا يعني رأيناك منشغلا بأمور مهمة فكفيناك. قال دلوني على قبرها، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، كبر عليها 4 وهي في قبرها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليها. ودل هذا الحديث على فضل هذه المرأة بسبب هذا العمل البسيط. والأصل إن هذا العمل شعبة من شعب الإيمان يا أخي، حتى خارج المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف شعب الإيمان بأنها أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فما بالك بالمسجد. أما حديث في إن الذي يقوم المسجد مهره الحور العين، فأنا لا أعلم حديثا في هذا، ولكن تأذن لي يا أخ عبد الله إنني أراجع كتب الحديث لعلي أقف على رواية أو نحو هذا، فأنا لا أريد أن أنفي مطلقا، لكن أنا أنفي بحسب علمي، حسب علمي أنا لا أعرف في هذا حديثا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي صفاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا صفاء. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل عن زيارة المقابر، الميت بيحس؟ زيارة المقابر مالها يا صفاء؟ يا صفاء. أيوة شيخ، ما إيه؟ زيارة المقابر مالها؟ إذا كانت الأخت صفاء بتسأل عن حكم زيارة المقابر بالنسبة للنساء، طبعا حكم زيارة المقابر مستحبة مطلقا. طيب ماشي، زيارة المقابر مستحبة مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم هي بالنسبة للنساء مكروهة، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل التنزيه، وهذا المذهب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النساء عادة ما يفعلن عند القبور ما لا يليق، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وجمهور أهل العلم قالوا هي جائزة للنساء إذا خشين الله ولم يرتكبن عندها منكرات. طب هل الميت يستشعر أو يحس بزائريه؟ يعني لما نروح نزوره هل يشعر؟ هل يأنس؟ ونحو هذا. ليس عندنا في ذلك أدلة قطعية، لكن عندنا في ذلك شواهد. من هذه الشواهد مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته أنه يسلم على أهل القبور فيقول السلام عليكم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال أهل العلم إن هذا خطاب من يعقل وخطاب من يسمع، هذا الخطاب السلام عليكم خطاب من يسمع وخطاب من يعقل، فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يشعرون لمثل هذه الشواهد، لكن لا توجد أدلة خاصة صريحة صحيحة في هذا، إلا أن يعتمد على أدلة ضعيفة أحاديث وهي ضعيفة، أو يعتمد على شواهد من الرؤى والمنامات ونحو هذا. لكن في الجملة الميت ينتفع بدعوة الداعي، فإذا زاره فدعا له ينتفع بالدعوة، إذا زاره فأجرى صدقة عليه ينتفع، إذا دعا له على البعد ينتفع بالدعوة من غير زيارة، إذا تصدق على روحه على البعد ينتفع بالصدقة من غير زيارة، لكن الزيارة الأصل فيها أنها ينتفع بها الحي، لأنها ترقق القلوب وتذكر بالآخرة. أنا لما راح أشوف أبويا في القبر، أشوف أمي في القبر، أشوف ابني أو أشوف أخي أو أشوف أختي، بيحصل لي هذا الذي كنت آنس به في الدنيا وأفرح به وأسر به الآن في التراب، هذا مآله ومآل كل كائن حي، وسوف أقول أنا إلى هذا، فيرق قلبي ولا يعني يتعلق كثيرا بهذه الدنيا الزائلة، وإنما يجعلني أتذكر الموت وأتذكر القبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال على القبر يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا خشية وخوفا وطمعا ورجاء في رحمة ربنا، وأن نعمل لدنيانا وأن نعمل لآخرتنا كأننا نموت غدا.
المولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. بالله يا شيخ لي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، لا أستطيع أن أنجب الأطفال إلا عن طريق الأنبوب. لا تستطيع أن أنجب أطفالا إلا عن طريق الأنبوب. الأنبوب، نعم نعم. فهل هذا جائز وإن لا؟ وإن جاز فلا أستطيع ذلك من شدة غلاء العملية، فأشاروا علي بأن أشارك في الضمان الاجتماعي، فهل يجوز أن أشارك في الضمان الاجتماعي أم لا؟ المشاركة في الضمان الاجتماعي جائزة مطلقا، المشاركة في التأمين الطبي والضمان الاجتماعي جائزة مطلقا، سواء للإنجاب عن طريق الأنابيب أو لغيره، لأن هذا تكافل اجتماعي تقوم عليه الدولة وترعاه، هذا جائز. كونك لا تستطيع الإنجاب إلا عن طريق الأنابيب، هذه طريقة جائزة أجازتها المجامع العلمية الفقهية، بشرط أن يكون المركز الذي يجري هذه العملية من المراكز الموثوق بها، من الأطباء المسلمين الموثوق بدينهم وتقواهم ورعهم كما يوثق بعلمهم. سؤالك الثاني يا أخي. قطع. طيب معنا اتصال. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا شغالة في مصلحة حكومية. نعم. شغالة في مصلحة حكومية. نعم. والمصلحة الحكومية اللي أنا شغالة فيها ديت يعني إيه؟ فيها أماكن كده يعني زي مثلا إيه؟ زي أملاك دولة كده. أيوة. يعني أملاك الدولة دي يعني شخص مثلا بنى بيته ومكان ده بتاع الدولة، فهو ضمه في بيته. مش فاهم، شخص دولة. عمل إيه؟ اشترى مثلا المكان ده من الدولة. من الذي يبيع؟ الحكومة. الحكومة بتبيع وهو اشترى. اه. طيب. فالحكومة عاملة قوانين ان مثلا ان الشخص ده ايه ليه مثلا بيسدد كل سنة قسط. فايه مثلا بيسدد في شهر 5 كل سنة قسط. فالدولة عاملة قانون ان مثلا لو اتأخر عن السداد مثلا بيسدد في 5 بيدفع في 6 او في 7. عاملة يعني عاملة فايدة على التأخير. اه؟ فوائد على التأخير. فايدة على التأخير. نعم. فايدة على التأخير ده. فده ربا صح؟ ربا صحيح. ربا؟ هذا لا يجوز. لا يجوز. طب دلوقتي يا شيخ يعني مثلا أنا ممكن أنتقل مكان تاني. فالمكان التاني ده أنا مش عارفة نظامه إيه يعني. يعني مثلا ممكن ينفذوني نفس الشغل ده برضه. أنت شغلك ما فيش فيه حاجة. نعم. أنت شغلك لا بأس به. أنا بنتكلم على عقد البيع نفسه. أنا بكتبهم. يعني الزياده دي. ايوه، انت شغاله في الحته دي بس ولا شغاله فيها وفي غيرها؟ انا شغاله في المكان ده بس يعني بيدي مثلا زياده. شغلك عمليه بيع بالتقسيط مع وجود فوائد ربويه، ولا شغلك فيه اشياء تانية؟ انا شغلي ان انا لما الراجل ده بيجي يدفع الفلوس بيبقى متاخر مثلا شهر او شهرين، بالطلب بالفوائد. ان انا بكتب له الفلوس اللي عليه المبلغ الاساسي زائد المبلغ الزياده الربويه، بكتبهم الاثنين وانا بمضي عليه على الشغل ده. اه لا، الشغل هذا فيه اشكاليه، فيه اشكاليه. تبحثين عن مكان غيره حتى في المصلحه لا باس. ما خايفه يا شيخ مثلا انا هنتقل مثلا ممكن انتقل مكان ثاني بس يعني ممكن يمسكوني نفس لا، ما انت هتتنقلي عشان الجزئيه دي، هيمسكوكي نفس الجزئيه يعني. يعني زي ما واحد ينتقل مثلا شؤون العاملين، ينتقل المصالح الحكوميه مليانه اقسام ما فيش فيها اشكاليه. يعني حاولي بقدر امكانك ان شاء الله. يعني الشغل ده كده ربا. هذه الجزئيه ربا. لكن العقد نفسه صحيح. العقد صحيح. العقد صحيح، لكن الجزئيه دي ربا، وان شاء الله القوانين تغيرها ان شاء الله. الجزئيه اللي هي الزياده دي. جزئيه الزياده على التاخير. بالله عليك يا شيخ، ربنا ييسر لك الامر يا بنتي. يا رب. بالله عليك يا شيخ، تدعي لي يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك فيك وييسر لك ويوفقك لما يحب ويرضى. اخونا عبد العال، السلام عليكم. الاخ عبد العال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما هو حكم الإسلام في أخ يسيء لأخيه؟ حرام يسيء لأخيه أو حتى يسيء لغير أخيه، هذا حرام، هذا حرام. الإساءة حرام.
أيا كان لونها أو نوعها، بحسب لون الإساءة ونوع الإساءة يكون الجرم. يا عبد العال. نعم. الأصل أن الإساءة الذي يسيء إلى جاره وهو لم يصلي. ما احنا قلنا بقى الحكم هو الحكم من غير ما يعني أنا لا أحب أن ألمز من أخاصمه بمثل هذا السؤال. أنا أقول هذا حرام علي وعليه وعلى الكل، على كل من يرتكب هذه الإساءة. لكن لما يكون عندي حالة معينة أنا هنا إيه كيف أتعامل معها؟ أتعامل معها بالعفو بالصفح بالإعراض، لا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، على حسب لون الإساءة ونوع الإساءة وعظمة الإساءة وعظمة الجرم. لكن هذه أمور واضحة المعالم في شرعنا. الظلم حرام، الإساءة حرام، السب حرام، الشتم حرام، ترك الصلاة حرام قد يصل إلى درجة الكفر. كل دي أحكام شرعية معلومة في الأحكام الشرعية، لكن عند الإنزال والتطبيق هذه مسائل لها فقه ولها تفصيل يعرفه أهل العلم، نسأل فيه أهل العلم. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم أخونا عبد الله. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين بس. اتفضل. أول سؤال، أنا مراتي غيورة جدا عليا وحصلت مشكلة، فقالت لي أبقى متحرمة عليك لو دخلت أي شقة من الشقق اللي أمي ساكنة فيه، البيت اللي أمي ساكنة فيه. فأنا قلت لها خلاص متحرمة عليا مش هخش، فبرضه حصلت مشاكل في نفس الوقت بتاع، فقلت لها خلاص تبقى إيه طلقة، وكان نيتي إن أنا ما أطلقهاش، إن أنا أريحها بس لو دخلت أي شقة. خلاص انت طلقه دي ايه يعني افهم يعني ايه؟ اما فهمت لما هي قالت لي ان انا متحرم عليك، ان انا كده زي ما بقول لها مثلا انت طلقه كده هو، بس انا قلتها بنيه ان هي ايه عشان اهديها وعشان تهدى وتسقط يعني. يعني انا عشان اهديها يا 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 عبد الله عشان اهديها اطلقها؟ انت كده هي اللي قالته ملوش قيمه، اللي انت قلته هو له قيمه. تمام، خدت بالك بقى؟ هي اللي قالت تقول لك تحرم عليا تبقى محرم عليا، كلام ملوش لازمه ملوش قيمه ولا يترتب عليه حكم. انما لما انت تقول لها تبقى محرم عليا، تمام، عليك حكم، عليك كفاره يمين. اما تقول لها انت طالق ولا طالقه، يبقى وقع منك الطلاق حتى لو كنت بتهديها. عشان كده لازم نتعلم يا عبد الله ان احنا لا نعبث ولا نلعب بالفاظ الطلاق. تمام، بارك الله فيك. طب في حاجه دلوقتي حصلت مشكله مثلا في بيت والدتي ساكنه فيها، فدخلت عشان في مانوال كده، مانوال في البيت، مانوال في البيت ساكنه في امي، بس ما انت قلت لها انت طالق بقى من غير دخلت ولا ما دخلتش. يعني انت قلت لها انت قطعت وعرق وسيحت دم، كونك دخلت او ما دخلتش دي مساله تانية بقى. ده انت قلت لها انت طالق. يعني انت في المسائل اللي كانت فيها احتماليه يقع ولا لا يقع، يقع التحريم ولا يقع، هنقول لك كفر كفاره يمين، لكن انت جبتها من الاخر وقلت لها انت طالق، يبقى في الحاله ديت لازم تراجعها، لازم تراجعها وتقول راجعت زوجتي الى عصمتي. طب دلوقتي انا اعمل ايه يا شيخ دلوقتي؟ وهل من ده وقع ولا ما وقعش؟ وقع الطلاق بقولك انت طالق، وستراجعها بقولك راجعت زوجتي الى عصمتي، وتشهد اثنين شهود وتسجل هذا عندك في اجنده او كشكول او ورقه حتى لا تنساه. تمام، راجعت زوجتي الى عصمتي. تمام، نكتب هذا، نشهد عليه اثنين من الشهود عشان نعرف ان حصل طلاق وحصل رجعه. طب السؤال الثاني يا شيخ الشيخ. نعم. بعد اذنك، برضو زمان هو قبل ما جوزتها برضو كنت بقول لها لازم احلف عليكي الحلفان اللي انت عارفاه دوت عشان ما تعملش حاجه فلانيه، عشان تشيل فلانيه. هل كده يبقى في وقعه ثالثه ولا مفيش؟ لا مفيش اي حاجه، مفيش. نعم، وابعد عن الفاظ الطلاق لا بالصريح ولا بالكنايه. تمام بارك الله فيك. أخونا شعبان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل يا شعبان. والله يا شيخ أنا دلوقتي من ساعة الفترة اللي هي بتاعت الانتخابات بتاعت الرئاسة دي، كان واقف معايا ناس أصحابي يعني بيتكلموا على الدكتور مرسي وعلى فريق أحمد شفيق في الانتخابات، مين اللي هيفوز بالانتخابات وكده، فاحنا واقفين بنضحك يعني، الموضوع كان موضوع ضحك. بعد كده الموضوع قلب، انا واحد دخل في الموضوع قلب الموضوع لسياسه ونرفزني في الكلام وخلاني افت بالطلاق ان الدكتور محمد مرسي ده مش هيكسب. فانا دلوقتي هل الطلاق ده يجوز ولا لا؟ قلت ايه؟ ماذا قلت يا شيخ؟
قلت ايه؟ قلت عليا الطلاق ما هيكسب. يعني واضح ان انت بتحلف كتير بالطلاق مش كده؟ لا هي الموضوع كله كان موضوع نرفزه. لا غير الموضوع ده، غير الموضوع ده، بتحلف بالطلاق ولا بتحلفش بالطلاق؟ لا بحلف. يبقى ما ينفعش نحلف بالطلاق. اول حاجه من كان حالفا فليحلف بالله. هو ربنا اعظم ولا الطلاق اعظم؟ لا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نمرة اتنين، هنعتبر يا عم ان انت كان قصدك تقول والله، ايه والله، ونقول لك هنا ايه، كفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين. طب يعني ايه معلش؟ عشان يعني تطعم 10 مساكين، اذا ما قدرتش تطعم 10 مساكين تصوم 3 ايام. ماشي يا شيخ، جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. ابو مصعب، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل يا ابا مصعب. يا شيخ تفضل. الله يحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. أود فقط أن أشارك مشاركة تهنئة للشعب المصري. ارفع صوتك قليلا يا أبا مصعب. والله فرحنا جدا جدا جدا، وبكينا لهذه اللحظة التاريخية. ربنا يبارك فيك وربنا يرزقكم الاستقرار في العراق. في مرات كثيرة، وهذه المرة بالذات لأنه شعب في المغرب. ربنا يرزقكم الفضل والخير والاستقرار وكل وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يعني هذا هو الإسلام، وهؤلاء هم المسلمون المؤمنون إخوة. إذا اشتكى عضو تداعى سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا يكون الإسلام، وهكذا يكون المسلمون في كل بقاع الدنيا وفي كل بقاع الأرض. بارك الله فيك يا أبا مصعب، وبارك الله في أهل المغرب جميعا. أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك للدكتور محمد مرسي ولحضراتكم والأمة محمد اللي انتصرت الحمد لله. ربنا يبارك فيك. بالنسبة لسؤال يا شيخ، جوزي حلف بطلاق على حاجة موجودة ولا مش موجودة؟ عليها بطلاق لو مش موجودة على البحر، فهي مش موجودة، هو قال لي أنا ما أقصدش، فعايزة أعرف يعني هل طلاق نقول له أولا ما تحلفش بالطلاق. السلام عليكم ورحمة الله. نقول له يا أبو أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول له يا أبو أحمد عيب، ما تحلفش بالطلاق. من كان حالفا فليحلف بالله. هو حلف على حاجة انها مش موجودة او انها موجودة ولا مش موجودة؟ يعني ايه علاقة الطلاق بالحاجة دي موجودة ولا مش موجودة؟ ايه علاقة الطلاق بانه مرسي ينجح ولا يسقط؟ ما احنا ساعات بندخل، يعني اولا بنتحكم في المستقبل. انا لما حد يقول لي ينجح ولا يسقط اقول العلم عند الله، ربنا يولي من يصلح ويصلح. دايما كلماتي بتبقى منضبطة عشان ما اغضبش ربي، عشان ما اقولش كلام ملوش لازمة هتحاسب عليه. هذا اللسان هو الذي يريدنا المهالك، هذا اللسان هو اللي بيخلينا نغلط ونغلط واحنا بعيد. يعني ساعات يا اخوانا الواحد بغلطة صغيرة يخش المحكمة ويخش القفص وياخد مثلا 3-4 اشهر حبس، يحس ان الكلمة مهمة. امال هنعمل ايه قدام ربنا لما يسألنا عن كل كلمة قلناها؟ في الحالة ديت انا بقول لابو احمد ما تحلفش بالطلاق تاني. لا تحلف، من كان حالفا فليحلف كما قلت لأخونا شعبان، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. أحلف الطلاق ليه؟ نمرة اتنين، الحاجة موجودة أو مش موجودة دي هل تدخل في لغو اليمين؟ هل تدخل في اليمين المنعقدة؟ أنا قلت لشعبان كفرت يمين من باب العقوبة، من باب الزجر، مع أن الفتوى في حقه قد تقبل أن يكون هذا لغو يمين غير مقبول، يعني لا شيء عليه. لكن قلنا لازم ايه، نحط لنفسنا حاجه تعلمنا الانضباط. الحاجه دي ايه؟ انا هطعم 10 مساكين، هطعمها لوجه الله، انا هصوم 3 ايام لاني مش قادر اطعم. كذلك انا اقول لابو احمد انه يفعل هذا اولا يترك الحلف والقسم بغير الله، وخاصه بايمان الطلاق وتعريض العلاقه الزوجيه لهذه الهزات وهذا الخلل. نمره اتنين، يكفر كفاره يمين حتى من باب إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى. أخونا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم. كيف أحوالكم في اليونان يا أخ أحمد؟ والله فضيلة الشيخ الحمد لله تمام. سمعنا كده إن كان في مشاكل، ربنا يحفظكم. الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. والله حال هؤلاء يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ربنا يحفظكم بحفظه يا ابني. الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. والله إنه يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك. عندي سؤال
فضلك. تفضل. الله يكرمك. والله انا ساعات بذهب الى العمل معلش الاخ احمد يتواصل معنا مره اخرى، بارك الله فيه. اخونا احمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا اخي، بارك الله فيك. والله يبارك على الاسلام يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا ابني. الله يبارك على الاسلام الصار الكريم. اتفضل. الله يبارك فيك. الله يحفظك، اسالك الدعاء والله لنا بالشفاء والشيخ ابو اسحاق. ربنا يكرمك ويبارك فيك يا ابني، ربنا يبارك فيك وينفع فيك يا اخي. بارك الله فيك. الحمد لله عليك. ربنا يكرمك ويبارك فيك ويسر لك الحال ويجمعنا وإياك دائما في الدنيا على محبته وطاعته وفي الآخرة في جنته، آمين يا رب العالمين. عند أخونا عادل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عادل. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يخليك. والله بس أنا أتصل بس عشان أبارك بس الدكتور محمد مرسي على الرئاسة، يعني بس يعني مش أكثر يعني. والله احنا بنبارك لشعب مصر كله وللأمة العربية وبندعو لأخونا محمد مرسي، يعني هو أحوج ما يكون إلى دعائنا وأحوج ما يكون إلى أن احنا نؤيده ونسانده. الإصلاح يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر، وأنا بيعجبنا اللي بيقول لازم نعطيه فرصة الأول حتى يتمكن من سلطاته وصلاحياته، ثم بعد ذلك الفرصة المناسبة حتى نرى ماذا سيفعل وماذا سيحقق، ولا نمل من الدعاء له بالتوفيق والتسديد والهداية وأن يغير الله به الأحوال إلى الأفضل إن شاء الله. أخونا سيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، تفضل. الله يكرمك. ربنا يا رب كده هوت، مش عارف الواحد والله يعبر كده هوت، الكلام مش لاقيه خالص. ربنا يبارك فيك يا اخي، ربنا يبارك فيك. عندك سؤال يا اخي سيد؟ مبروك، مبروك لنا جميعا ومبروك للامه العربيه كلها. ربنا سبحانه وتعالى يسدد ويوفق الامه العربيه ان شاء الله. ندعو كده يا اخي سيد بالتوفيق والسداد. امين يا رب. امين يا رب. والمحبه بقى واصلاح حال الامه، ايد في الايد كده هوت، وننسى اي حاجه كده هوت. نعم نعم، احنا كلنا اخوه وكلنا شعب واحد ولازم نتوافق ونتوحد يا رب. وننطلق ان شاء الله بهذا البلد الى الافضل. انا 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 بالله عليك. اتفضل. بالله عليك يا شيخنا، انا يعني شوف نهار الفئويات وبعد المظاهرات كده هوت 25 يناير. نعم. اقسم بالله فضيلة الشيخ والله العظيم ثلاثة، انا كنت في المظاهرات، كنت في المظاهرات ومن صف رجلي بدبشك بتاع بندقية، ولما شفت الـ الناس كلها لما راح قالوا لهم المنصاب والمش عارف ايه عشان ياخد معاشاته والكلام ده كله، والله ما خرجت من بيتي الا يوم الانتخابات مرتين، في الاولى وفي الاعادة. ربنا يبارك فيك. قلت لما يبقى البلد لها رئيس ان شاء الله، وربنا اكرمنا بالدكتور محمد مرسي، ربنا يبارك فيك وربنا يعينه ويجعله في موازين حسناتك، وربنا يعينه كما قلت ويسدد خطاه. بارك الله فيك يا اخي سيد. ابو احمد، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ بارك الله فيك. ازي الصح؟ الله يبارك فيك. بنبارك لمصر كلها على الدكتور محمد مرسي، وعايزين ندعي له ان ربنا يعينه على المهمه الثقيله ديت. ربنا يعينه واحنا بقى ويعين كل مخلص للنهوض بمصر. مده الانتخابات يعني مجادلات كتير بيننا وبين اخواننا برضو وحبايبنا، لدرجه ان كان في واحد يعني بيقول لي راهني، قلت له لا بلاش راهني، قال لي طب لو نجح كل ما تقابلني ابصق في وجهي، فانا اعمل ايه معاه ده بقى؟ لا، اما تقابله خده بالحضن وقول له خده بالحضن وطبطب عليه وقول له مرسي بقى رئيسنا كلنا ولازم ننطلق بمصر. انا عايز حضرتك تدعي للدكتور محمد ان ربنا يوفقه، ربنا يوفقه ويسدد خطاه ويوفق كل قادتنا وكل القائمين على اي مسؤوليه في هذا البلد لما يحب ويرضى. نحن ندعو للجميع والله، وهو على راسهم ان شاء الله. ابو مهند، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابا احمد،
ربنا يبارك فيك. طبت وطاب سعيك وممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. وإياك يا حبيبي، ربنا حبيبي يبارك فيك. حبيبي في الله، والله العظيم ربنا يزيدك نور فوق النور ربنا اللي احنا تراك عليها يا أخي. ربنا يكرمك يا حبيبي. ربنا يكرمك ويعزك يا حبيبي. الله يبارك فيك. أحب أبارك لمصر وأقول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله العظيم يا حبيبي في الله من اعتبروا يا أولي الألباب. نعم. فاعتبروا. بصوا أيام المخلوع الدكتور محمد مرسي كان فين، وبص أيام الدكتور محمد مرسي المخلوع فين. سبحان الملك، سبحانه سبحانه، يؤتي الملك من يشاء. سبحان الملك، سبحان الله. والله ربنا يعز، والله طول ما بلا فيها والله. والله والله يا أبو مهند، بلا بلا شماتة، بحب، بسعة صدر، نفتح الزراع للجميع، نحن لا نريد إلا خير هذا البلد. الحمد وندعو لله. وندعو له ولكل من يسعى في هذا الخير. والله حبيبنا وأسوتنا ربنا يبارك في مكة حبيبي في الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء عليه الصلاة والسلام. فاحنا فاتحين إيدينا وفاتحين صدرنا ربنا يبارك في الدنيا كلها. والله ربنا يبارك فيك يا حبيبي، وربنا يعزنا بيكم يا رب، ربنا يكرمك. في عمرها ما هتغرق والله بإذن الله، إن شاء الله ربنا هيسترها معانا ويسدد خطانا. ربنا يبارك فيك يا أبا مهند، نفع الله بك وسدد الله خطاك وبارك الله فيك وفيك بارك حبيبي. أكرمكم الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت لسه بحضرتك من شوية. أنا اتفضل يا أخي. اخي بس عايز عليك السؤال تاني الشيخ، بس بعد. ايوه حبيبي اتفضل. قلت لاموتي بعد ما قلت انا متحامه عليك لو دخلت اي شقه غير شقه وظيفتك، قلت لها خلاص ساعتها لو دخلت اي شقه من شقق والعماره اللي ساكنه فيها امي ما تدخلش تبقي طالقه. بس كانت نيتي ان انا اهدي الموضوع. بس لا بس انت اللي قلت لي في سؤالك، قلت لها انت طالقه. لا انا قلت لها لو تبقي طالقه اي شقه من الشقق اللي ساكنه فيها بيت امي تاني تبقي طالقه ساعتها، ونيتي ان انا ما طلعوش. بس لو دخلت اي شقه كفر كفاره يمين يا عبد الله، كفر كفاره يمين. طيب في حاجه بقى. أيوة. حاجه مربوطه بالموضوع دوت، ان نعم. في ماسوره البيت اللي ساكنه فيه امي، بس دخلت مال المنى ودوت حاجه لوحده خالص. كفر كفاره يمين وخش بيت امك يا عبد الله. نعم كفر كفاره يمين وخش البيوت من ابوابها. ما فيش مشاكل يا شيخ لو سمحت. انا بقبض 900 جنيه في الشهر. ايوه اكفر يعني اكفر هتبقى بكام يعني؟ هتجيب فرختين، هتجيب فرختين وشويه رز وشويه خضار، وتعمل كيسين، كل كيس يروح لاسره خمس افراد. تمام. لو ما تقدرش على كده صوم ثلاث ايام. طب صوم كده ممكن صوم ثلاث ايام لو ما تقدرش على انك تطعم العشره دول. طب في سؤال تاني معلش. اتفضل. في ايام برضو ما كان قبل ربنا ما يهدينا، انا كنت ساعتها بقول لها خلي بالك لازم احلف عليك يمين الطلاق عشان ما تعيش حاجه فلانيه، بس كتهديد مش بحلف عليها. يبقى هل كده حاجه وقعت؟ ما احنا قلنا مفيش حاجه وقعت في ديت، لان انت ما حلفتش. تمام. لازم احلف. تمام. انت ما حلفتش. لا ما حلفش. لو انا كنت بقول لها بس لازم احلف عليك يمين عشان ما تعيش حاجه فلانيه. المهم ان احنا في سؤالك الاولاني قلنا ان يعني انا فهمت من كلامك ان الطلاق كان منجز واقع. لا انا قلت لها. لكن انت بتقول لي ان هو كان معلق. لو عملت لو دخلت بيت امي خلاص انت عليك كفاره يمين، وبعد كده عايز تدخل بيت يبقى تدخل البيت اللي تمام. المسموح لك بدخوله بالطرق المشروعه. يعني ممكن اخش اي بيت من شقق بيقولهم بعد كده اهو بعد ما كفر يمين يعني؟ كفر يمينك وخش زي ما انت عايز، بس بالطرق المشروعه تستاذن وتدخل. طبعا بالطرق المشروعه. ايوه انا معاك. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. شكرا. العفو يا حبيبي. اخونا صقر، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك فضيله الشيخ؟ بارك الله فيك. عليكم السلام. اتفضل يا اخي صقر. الله بارك الله فيك ويشهد الله اني احبك في الله واحب هذه القناه. الله يسلمك. الرفع الذي رفعت من شان الاسلام والمسلمين. احبك الله الذي احببتنا له. بارك الله فيك. الله يسلمك اخوي. فضيله الشيخ، اول شيء بنهني فضيله الدكتور محمد مرسي، سدد الله خطاه ان شاء الله ونفعه للاسلام والمسلمين ان شاء الله ولشعب مصر ومصر بلد العزه والاسلام والخير. ربنا يبارك فيك. اهم من التهنئه ان احنا ندعو له ونسير على الصواب وعلى الحق، ويعني نحاول نغير ما بينا من اليوم. لابد نتغير، نتغير للافضل ان شاء الله. وزي ما قلت لك نفتح ذراعاتنا للجميع. احنا يا اخواننا لا نريد الا الاصلاح، لا نريد الا ان ناخذكم للافضل. اعينونا، ساعدونا، ادعوا لنا، ادعوا للرجل الذي اخترتموه
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اختيار خير وفعل خير على هذا البلد الآمن الطيب المطمئن. بارك الله فيك. واضح أن حلقة الفتاوى يعني ما قدرناش نسيطر عليها، كانت كلها حلقة فرح وسرور وتهاني، فرحة الناس بقدرتها على الاختيار. احنا يا اخوانا اول مرة نختار رئيس بجد، عمرنا ما اخترنا رئيس. احنا كنا بنحب عبد الناصر قوي وحبينا السادات، ويمكن في فترة من الفترات في البداية حبينا مبارك، لكن احنا عمرنا ما اخترنا حد. كان دايما بيفرض علينا الرئيس من فوق، بيجيلنا كده احنا لا نقبل او لا نقبل شيء لا تأثير له، لكن كنا دايما بنتقبل ونقبل. النهاردة احنا اخترنا رئيس، ودي للمرة الاولى، وان شاء الله لن تكون المرة الاخيرة. سيمسك شعب مصر على هذه المكاسب، يعض عليها بالنواجذ، ويسعى لان يكون افضل حالا مما كان، ويبقى كل يوم ان شاء الله نترقى ونرقى من درجة الى درجة، لان بلدنا يستحق اكثر من هذا، امتنا تستحق اكثر من هذا، ولن يقع هذا الا بالصبر والجلد والثبات. ونحن نعلم القاعدة الشرعية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قاعدة شرعية وقاعدة قدرية. فنسأل الله أن يجعلنا على خير حال، وأن يجعلنا كما نرجو وكما نظن، وخيرا مما نرجو ومما نظن، وأن يجعل بلدنا مصر قائدا رائدا دائما أبدا في الخير وفي كل خير في أمتها العربية وفي العالم أجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء